سيادة النائب طارق على طول عشان نبدأ في هذا الملف. سيادة النائب طارق بيتكلم عنده نوعين، بيتكلم على فنادق تنمية سياحية، بنتكلم حتى على عقارات. السوق النهاردة ماشي ازاي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نبتدي الأول. هو طبقا للتقرير اللي صح والمهم جدا، هي ليه الأسعار زادت وليه الناس اللي كانت بتأجر ب 1200 بقى الإيجار ب 3000 أو ب 4000، وهم عندهم حق إنهم يبقوا منظورين من هذه الزيادة. ابتداء سعادتك اشرت الى متغير خارج عن اراده الناس، هو تغيير سعر الصرف، هو التضخم، هو التاثيرات الخارجيه اللي اثرت على كل حاجه. نعم. هو سعر الكهرباء، هو سعر السولر، هو كل حاجه، فبالتالي المتغيرات كلها راحت لارتفاع. نعم. فبالطبيعي وبالنتيجه انه هيكون في تغير مقابل لقيمه الوحده وبالتالي قيمه ايجار الوحده. نعم. طيب الزياده دي مناسبه للزيادات ولا اكتر شويه؟ هقول لك انه في عنصر اخر هو العرض والطلب. نتيجة وجود بقى ضيوف 10 12 مليون يعني زائر في مصر متنوعين طالبين شواء ايجارات سواء مفروشة او ايجارات عادية، اصبح الايجارات عليها طلب اكتر بسبب ال 12 مليون شخص الجداد اللي موجودين في مصر في اخر سنين. النتيجة بقى ايه؟ النتيجة طبعا ان العرض والطلب مش متكافئ نتيجة الدفعة دي مرة واحدة، هتلاقي في بعض المناطق بعض الجنسيات متركزة جدا وبتجيب اهليتها في نفس المنطقة، فبالتالي بيحصل رفع لقيمة الايجار. لازم يكون بقى في يعني ايه مراعاة للمواطن التوازن المصري. التوازن ده يتعمل ازاي عشان مواطن؟ المواطن المصري هو الأولوية الأولى. فتقديري الشخصي حاجتين، هو أولا الإفصاح طبقا القانون عن المستأجر وبياناته وجنسيته وجوازات سفره وكل التفاصيل، ده أمر أساسي أمنيا. يعقبه ممكن يكون في اقتراح ان يكون في نوع من انواع الرسوم او الضريبه لما يكون متاجر لواحد غير مصري مختلف عن المصري، علشان يعمل نوع من انواع التوازن، على الاقل ان الدوله تبقى شايفه كل المعلومات والنسب وتقراها قراءه رشيده، وثانيا قد يكون ده في حد ذاته احدى مصادر الدخل، لان انت في الاخر بتدفع دعم غير مباشر للضيوف دول لان هم عايشين معانا بيستفيدوا من كل الخدمات، وبالتالي من المناسب جدا ان يبقى في رقم بيدفع في صوره رسوم ضريبيه او اداريه مقابل هذا الايجار علشان يحصل هذا التوازن. وايضا الاحصاء، لان كما تعلم ان فكره الاحصاء في الضيوف دي فكره شديده الاهميه، واعتقد ان الدوله منتبهه ليها حاليا وبتسعى الى انها تعمل حصر لكل الجنسيات واماكنهم ومعلوماتهم. المعلومتين دول هي التحليل المباشر لمشكله ارتفاع الاسعار. طيب اروح